الجواز الإلكتروني تصفير للفساد وانتشار واسع في عموم العراق، تطور مستمر وتقديم للخدمات بأفضل صورة. تغطي مكاتب الجواز الإلكتروني العراق بأكمله، فهي الدائرة الخدمية الوحيدة التي تنتشر في كافة أرجاء البلاد لتخدم المواطن، حيث يصل عددها إلى 47 مكتباً، 9 منها في بغداد وإحدى عشر في إقليم كردستان، والأخرى موزعة في كافة المحافظات من شمال العراق إلى جنوبه. جاء ذلك الانتشار للتسهيل على المواطن، فالجواز الإلكتروني المواكب للتطور العالمي يسعى بكل القدرات أن يكون مختلفاً متميزاً خالٍ من أي تقصير، ليصنف ضمن المرتبة الأولى من ناحية سرعة إصداره، فهو لا يتعدى 30 دقيقة بعد حجز إلكتروني عبر التطبيق الخاص به، إضافة إلى دوائره التي وصفت بأنها الأفضل من حيث الراحة والتعامل، كما أنها تبتعد كل البعد عن التعامل الورقي. أما الحديث عن الأمان، فالجواز صدر وفق تعليمات ومعايير منظمة الطيران العالمية، ويحتوي على مميزات أمنية كبيرة، وورقة المعلومات تختلف عن الجوازات الأخرى، إضافة إلى الشريحة الإلكترونية الموجودة في الجواز، والتي تضم معلومات عن المواطن، وتقرأ بشكل مباشر عند وضعه في نوافذ المغادرة والقدوم، التي تتيح هي الأخرى سلاسة عند المرور من خلالها، فهي لا تستغرق إلا بضع ثوان، تتعرف من خلالها على حامل الجواز، وتفتح له الأبواب دون ختومات أو وقوف في طوابير الانتظار. اعتبر هذا الجواز نقلة نوعية، كما أنه أحرز تقدماً في التصنيف العالمي لما يحتويه من معلومات موثوقة ودقيقة، وبالإمكان اعتماده كوثيقة رسمية ومسجلة في منظمة الإيكاو العالمية، وهو الخيار الأمثل للمواطن في سهولة التنقل في جميع مطارات العالم.